هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم. السلام والرحمة والبركة على اللي يشتوا السلام واللي تحملوا من أجل السلام واللي طالبوا بالسلام واللي ضربوا بسيف السلم إلى أن يأسوا. حبيبنا يا رئيس، أما البعاع فما عاد باقوش عليكم ما تستحقوا. طربقوا بالسبعين لما طلعوا بترول عادي. الواحد منكم بعاع وتبيع لوحده، ولما يجتمع مع غيره يسموهم قطيع، يعني ما فرقت يجمعوكم ولا يفرغوكم. ما فيش جديد، ما فيش معجزة حصلت. من 2011 كنتم تقربوا تملوا السبعين والتحرير من 2000 قرش ويسرقوها عليكم كمان، وانت بعده قال لك اجتمعوا يوصلوا رسالة. وليش التعب؟ ما كان رسلتوها واتساب بلاش مجانا بدل البهدلة في المطر. وايش الرسالة يا ترى؟ انكم كثير. صحيح انكم باع، مين انكر انكم كثير؟ مين هذا اللي قال انكم مش كثير؟ كلنا عارفين انكم كثير والجن عارفين انكم كثير. هو اللي ما امنش انكم كثير ولا وثق بكم انكم ممكن تغيروا بالصندوق. هو اللي انقلب على مخرجات الحوار، وهو اللي منع الاستفتاء والانتخابات والحلول السلمية. والعطوان اللي مفروض تستعرضوا ضده هو اللي مددكم للحوثة وينهبوا رواتبكم لليوم 7 أشهر، وانتم سعى الكساب أوس قال أصا ينهبوا انتم مخعين، يسرق وانتم مؤيدين، يدمر ويخرب وانتم قاوعين مدعوسين، وعاد يسلحبكم من كل مكان للسبعين تحتفلوا. عموما بخصوص الرسالة اللي اجتمعتوا توصلوها، للأسف العنوان غلط. غلط يا كم من باع، والله غلط. عدوكم كان بينكم يتفالخ وسر بلاكم وسطكم. صامتون قلتم اي تكاليف هبالة السبعين فوق 200 مليون ريال، وانتم اصمتوا لو ما اقول لكم. نشوف ايش قالوا. اليوم ايش قالوا من عندكم؟ ايش من عندي؟ بقرا لكم رساله واتس انتشرت وعجبتنا جدا، وشكرا لكاتبها اللي لخص حال الناس مع الحوثيين، وقال احنا مطفين وهم مسرقين بمواطير ببترول الدوله، وقالوا صامدين. احنا متسلفين وهم صارفين من زلط المواطنين والدوله، وقالوا صامتين. احنا مستاجرين وما سلمنا ايجارهم وهم اشتروا فيلل وعماير، وقالوا صامتين. احنا من باص لا باص، وهم من معرض سيارات لا معرض اشتروا الجديد، وقالوا صامدين. احنا نزحنا القرى وهم من دولة لدولة، وقالوا صامدين. احنا نسينا شكل الدقاقة وهم من افتتاح مطعم لاستراحة، وقالوا صامدين. احنا توقفت رواتبنا وهم زاد دخلهم واكلوا رواتبنا، وقالوا صامدين. احنا زدنا قعقعة وبهذلة وهم زادوا راحة وجخجخة، وقالوا صامدين. احنا بعنا الآثاث ودباب الغاز عشان ناكل، وهم ازدادوا غنى وترف، وقالوا صامتين. احنا توقفت أعمالنا وتلخبطت حياتنا، وهم أصبحوا رجال أعمال وسبرت حياتهم، وقالوا صامتين. احنا رفض صاحب البقالة يسلفنا وهم فتحوا سوبر ماركت محلات صرافة، وقالوا صامتين. احنا نقسم الروتي بين 2 من أكثر العدد، وهم جالسين وبيقل عندهم كل المدد، وقالوا صامتين. احنا موظفين من زمان وبنفس الدرجة والمنصب، وهم تعينوا وترقوا مدراء وعمداء وقادة في يوم واحد، وقالوا صامتين. شفتوا كيف الصامتين يا نازلين السبعين؟ ما زلنا مع ايش قالوا.
الأستاذ خالد بحاح قال في تغريدة له بين هتافات الستين والسبعين تهاوى الوطن وبددددددد هاشتاج بحاح. شوف يا عم خالد، ما بعلقش على التغريدة لأنها هبلة من واحد كان نائب رئيس جمهورية الشرعية، بس الهاشتاج مش حلو. إيش اللي هاشتاج بحاح؟ أنصحك بهاشتاج ميت بس عايش عناد. كمان معانا الجناح الانقلابي في التنظيم الوحدوي الناصري بزعامة حميد عاصم. حلوة الجناح دي صح؟ يلا خلينا ندعمهم. المهم هذا الكائن قال ندعو كل الناصريين الأحرار والشرفاء المقاومين للعدوان للاحتشاد في السبعين. كل الناصريين يا رجال زحمة، على مهو إلا عدوان، مو بتحوشوا له كلكم. وبعدين قال الأحرار الشرفاء المقاومين للعدوان، يعني ثلاثة على بركة الله. وفي الأخير حتى هو ما رح. أما صحيفة صدى المسيرة فقالت كلام كلام يا جماعة، وإحصائيات عن خسائر العدوان باب 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 باب. وفي صفحة الغلاف والله لو قاتلتم در، إحصائيات مهولة، كم كان 116,305 قتيل سعودي، وتدمير 16,719 دبابة، واحتلال مئات المدن والقرى السعودية مودة، و80 طائرة حربية. المهم إحصائية لو أقرأها بنخلص الحلقة. عاد شيل الخرط قانون عندكم، قلت لي عين على القرآن وعين على الأحداث يا نصابين. على كذا المفروض السعوديين هم اللي يحتشدوا بالسبعين على هذا الصمود، رغم فعلتهم بهم عادهم عايشين. هذا ما عادش السعودية اللي غرقت باليمن، الحوثي وعفاج هم اللي غرقوا السعودية. هذه فاتورة مطعم يا أسامة ساري، ما هيش خسائر حرب، حاربي واخرطي. اللي يلحق الدجاج يوصلوه للمزبلة، والمخلوع اختار يتبع الحوثة ويتحول عكفي، وفي الأخير نزلوه يتفالق في السبعين بعد ما روحوا الناس. نزل يلقط صحات الزعيم علي عبد الله صالح وهو في ميدان السبعين في هذا المهرجان، في مهرجان الصمود الثاني. قال لك الزعيم. زعيم ايش؟ زعيم المفارقة. زعيم ايش حتى هذه قرحت عليك؟ تعال بقول لك الزعامة فين. تعال تعال شوف. على امتداد مساحات الوطن الكبير يصل الزعيم العربي الثاني فخامة الرئيس اليمني إلى مطار الملكة علياء الدولي. سمعونا ثاني، سمعونا ثاني بالله. يصل الزعيم العربي الثاني فخامة الرئيس اليمني. زعيم، زعيم عربي. يا قهرك يا حسرتك، أكيد بيجيبوه من المغرب عشان ما يجيله الشر الرعاشي لما يشوف الاستقبال الرسمي للرئيس هادي في قمة الأردن. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت يا ابو عفشفش، واحنا بنطلع فاصل. يا مرحبا بكم وحيا. شوفوا لكل عمل بدل مخاطر، واحنا في هذا البرنامج باقي قليل ونعتصم نطالب ببدل زهق ومخاطر اكتئاب حاد في الأزغان بسبب الإضطرار لسماع خطابات الشخوذة. حاجة ملل وغباء، كيل تراب صبوه ردوا، خطب ساعة ونص لما ورمينا الكل بمناسبة مرور عامين من الدأس. هذا العدوان رأسه المدبر والمدير والمتحكم والمشرف والآمر والمخطط هو أمريكا، أما قلبه في كل شعوره ووجدانه هي إسرائيل. الرأس أمريكا والقلب إسرائيل، والسبلة إيران وشيعة الشوارع. شوف يا عبدو، لا تمكنش الناس ودار من هذا رأس وقلب وأمغال. هات الرواتب حق الله، طلعهم حتى من بطن المشرفين اللي كبرت، وخلي الرأس والقلب والكوارع لأمريكا، قلبها مجزارة قليل العقل. وأيضا يستهدف اليمن في ثروته الواعدة فيما عرفه الأعداء من خلال عمليات المسح والاستكشاف. بارك الله بالمشرفين، حقك لا هطو حق المتقاعدين بالمليارات.
إيش لزمة الاستعمار جنب الاستحمار حقك أنت وعيال القرعة؟ قد قمتم بالواجب وزيادة. على المستوى الرسمي معنيون أولا تفعيل مؤسسات الدولة. قال تفعيل مؤسسات الدولة. شوف هو صحيح أنتم من أول كنتم شابكين من خلف العداد، ولما حبيتم تشبكوا من العمومي بدأتم بحسين حازم، قرأتم السلف واشتغلت الوزارة وتفعلت. تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس الذي يلعب أكثر دور في تفكيك وخلخلة الجبهة الداخلية بكل الوسائل القذرة، وأمنياً وإعلامياً واجتماعياً. هذا الطابور يجب أن يفعل قانون الطوارئ للتصدي له. قول إنك تشهد شرح ملاطيم المشرفين بحق أنصار الزعيم. لا ظهر الطوارئ، يبقى كل ملطام هو ملطام طوارئ وقانوني ولا إيش؟ بعد سنتين من الحرب قام يدور على اللي مهلوش قانون الطوارئ. يعني إن الآن كل مؤتمري لازم يركب له طفاية حرب جنب صوابرهم سعباسات النغل تحسباً لأي ملطام طارئ، لأنهم قذرون ودنيئون ومنحطون لدرجة أنهم بلغوا في مستوى اللؤم والخسة والدناءة درجة لا يوقفهم إلا الحزم ولا يبكمهم إلا العزم. الراجل بيهدد ويشتم على الهواء. هيا انصار عفشفاش، كل واحد يخلي باله من لغاليغه هذا الحين. وبعدين ايش قول؟ حزم وعزم. يا حرام هذه انت لطشتها لطشتها يا سارق. اوه عسيري عسيري الحق، اشوف الشهوه يده خفيف. انت بين العده حقك، هذا خبرة قرآنية يندع الكحل من العين. ايش قال لي خلاك؟ لابد من تطهير مؤسسات الدولة منهم ومحاكمتهم على خيانتهم لبلدهم وشعبهم واستبدالهم من الأوفياء الأكفياء. ماذا العين تهشيم والتحويف عين عينك للمؤسسات؟ ما عاد فيش أوفياء أصفياء من شعب عبد الملك العظيم إلا عيال الطيرمانات، ولا بقية الشعب ولا طابور خامس وعادهم مستأجرين. ما كفاش ما قد فعلتم للآن من كشح للمشاويين في كل المؤسسات. يلا على رأس العفاف شو عيال السبعين، احنا ما لنا يلعبتهم واستبدل الصانو قنب الصانو. إصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤوليتها في محاربة الفساد والحد منه والاعتماد رؤية وطنية فعالة لتحقيق هذا الهدف. وعلى قولة أصحاب إب لم إيدي شي أنا سامو كل شي عيسلم. لفلف عمك عبد الكريم وأبو طه الضحياني والمشرفين حقك من البهدلة والنهب واللهب. قد خليتهم البلاد كالعصف المعكول شرق شرق شرق. قال تفعيل وفعل لو رقابة، قلعوا رقبتك سارق بال. ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كل الفرص المتاحة وهي كثيرة، والسعي الجاد لتحصيل الاستحقاقات والمديونيات الجمركية والضريبية. أكثر من كذا سعي جاد؟ يا قليل الحيلة والحياء، قد عيال الشوارع بيقبركوش بالشوارع وما بالحارات. الهذا قدها مع عيال المسيرة بالحفظ الصون. الموارد تحت السيطرة، ولا عاد مع الموظف حتى ورقة يكتب فيها. حتى البصمة قد غيروها، ها غيروها بالبزغة، كل واحد بالبزغة حقه يعرفوا بصمته القينية. الزكاة مهم جدا العناية بها وتطهير الأموال، وليدرك الجميع أن البخل بالزكاة وعدم إخراجها له أضرار كبيرة جدا. ها أضرار كبيرة جدا، بيوصل الصياص للي ما يديش الزكاة 3 مرات بالسنة ويشول البركات كلها. شوف كيف يوصل للزكاة يتلمطع. خبرة ابن زكاة من 50 سنة وزكاة أهل صعدة في كرشه هو أبوه وأخوته، ما عاد كفنهمش للعين. يشتي الناس تزكى على الأكسجين اللي بيتنفسوه. ما هوش دار إن المشرفين قد زلقوا الشعب ومرت وما فوقهم وما تحتهم. شوف أنا عندي اقتراح لك يا شخوة، إيش رأيك تقول للمشرفين يدوا الخمس زكاة للشعب، والشعب بيعمل لهم ورقة سلفة لما يكتب الله ونبرقهم. العناية المستمرة بدعم الجبهات بالرجال والمال. الجبهات تحتاج باستمرار لدعم مستمر بالرجال وأيضا بالإمكانات المادية. لا روحك،
خذ المقابر ملام ما عاد خليت قلب سالي، قال ترفد الجبهات بالمال والسلاح. ايش عليك؟ جبريل ببيروت وعيال حسين بالبيضة وعيال يحيى في ألمانيا وعيال القواقات على فهنا وذهنا، والقبيل يرفد الحجر من القاع والدم من راسه. والحفاظ على السلم الاجتماعي بين القبائل، اليوم القبائل مستهدفة في سلمها الاجتماعي فيما بينها. مؤمن سلم مؤمن سلالم، شي عاد بقيت سلم الله لا رحمك، خذ القرية الواحدة مشروخة عشان سلم جدتك، مع ابوش قد قلعتهم السلم والسلالم والدرك، ما عاد باقي الا من راس الحيد، ما حد استهدف القبائل غيركم ومص دماءهم يا قاوقات، مصيتوا دماءهم سلم وحرب، في السلم شرايع ومحاكم ومحوات وحروب، وفي الحرب من هذا ها قرة رؤوس ومقبوض حربي وسلم اجتماعي، كل قرية وقبيلة بخير لما يدخل لها المخلوع هذا اللغم، قاوق حبنا وحبيبي طاب علمك، تعرف السلم الاجتماعي الحوثي على أصوله، هيا بس ولا نقص، شوفكم الحلقة الجاية. Thank you.